تحضيرات مكثفة تشهدها البلديات المطلة على الشريط الساحلي استعدادا لموعد الانطلاق الرسمي لموسم الاصطياف 2024 في أحسن الظروف، والعينة من بلدية عين الترك بوهران. بلدية عين الترك بشرنا أعمال التحضير منذ الشهر الثالث من السنة الجارية. الحمد لله يا ربي رانا في تواصل هذه المجهودات على النظافة، وخاصة الإنارة العمومية على مستوى المناطق السفلى ومناطق المسالك المؤدية إلى البحر، ذوي الاحتياجات الخاصة ولا الشيوخ ولا المسنين اللي يصعب عليهم التنقل ولا المشي على الرمال، كما راكم تشوفوا هيئنا لهم ممرات خاصة بهم. إنشاء ممرات خاصة لتسهيل نزول ذوي الهمم وكبار السن إلى البحر بأريحية، هو ما عكف المجلس البلدي لعين الترك على تعميمه بكافة الشواطئ، بالإضافة إلى عديد عمليات التهيئة والتحسين الحضاري. نشكر رئيس بلدية ورئيس دائرة عين الترك على هاد لاكسي اللي داروه لنا تاع ذوي احتياجات خاصة. البيريود فيها كنا احنا نفدوهم طلعوهم بيدينا، دروكا يهودوا يقدوا يطلعوا. عين الترك اليوم راهي في اجمل حله، السيد رئيس البلديه راه قايم بالمهمه، وحتى الشباب تاعنا في نظافه الشواطئ ما يقارعوش حتى البلديه تهود. العيون اليوم هذا العام راه فيها تطورات، شغل استيكاوها ماليش كيما داري كيما النظره تاع من قبل كاع. الطرق تاني خدموهم غايه، خدموا كاع لي جاردان تاع عين الترك، زعما تنقى زعما خيم زعما اللي كانت ديفيرونس، كيما نقولوا راهم يجوا هنا اون فامي، راهم يخرجوا على 4 تاع الصباح 3 تاع الصباح زعما هانيه. إعادة الاعتبار للشريط الساحلي وتوفير وسائل الراحة والاستجمام للمصطفين هي من بين ضمن أولويات ولاية وهران لضمان توفير خدمات ملموسة تتجاوز نقائص المواسم السابقة.